بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، أحييكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن الفعل المضارع وعن إعرابه وعن بنائه وعن أحواله، وكيف كان المضارع معربا ومتى يكون معربا ومتى يكون مبنيا، وفي إعرابه الرفع والنصب والجزم. وتحدثنا عن الرفع وتحدثنا عن النصب وعن الجزم، وتحدثنا عن بعض أدوات نصب الفعل المضارع. واليوم نتحدث عن أداة من أدوات نصب الفعل المضارع استكمالا للن التي تحدثنا عنها، ثم كي نبدأ الآن بالحديث عن أهم نواصب المضارع وهو أن. تعالوا معي من أدوات نصب المضارع أن. مثال ذلك أبنائي قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. طبعا أن هنا بعدها فعل مضارع، الفعل المضارع هنا منصوب بأن، لكن من الذي يدريك ويخبرك أن أن هذه ناصبة للفعل المضارع؟ واحد يقول طيب هل هناك أن أخرى؟ طبعا هناك أن كثيرة جدا، هناك أن التي تكون مخففة من الثقيلة. واحد يقول يعني أصلها أن ثم خففت، وهذه ليست من نواصب المضارع، هذه من الحروف الناسخة. واحد يقول طيب يعني أن المخفف من الثقيلة وأن الناصبة المصدرية التي ينصب بعدها المضارع، كيف أفرق بينهما؟ يعني كيف أتعرف عندما أقرأ في المثال مثلا أن أن التي أمامي هذه هي المصدرية وليست المخففة من الثقيلة؟ أقول لك انتبه لأمر واحد، الكلام قبل أن هل فيه ما يدل على العلم واليقين أم لا؟ إن كان مسبوقة أن، إن كان مسبوقة أن بما يدل على علم ويقين، فأن هذه ليست مصدرية وليست ناصبة للفعل المضارع، إنما هي المخففة من الثقيلة، لأن العلم واليقين توكيد، والتوكيد يناسبه أن الناسخة المخففة من الثقيلة، تمام؟ لكن أن الناصبة المصدرية هذا حرف يفيد الرجاء والطمع في حصول الفعل ولا يتناسب مع العلم واليقين. إذن ها عرفت أن أن هنا مصدرية أم مخففة؟ نعم مصدرية. طيب كيف تأكدت؟ الفعل يريد الذي قبل أن هنا هذا فعل ليس من أفعال العلم واليقين، إذن تكون أن والفعل هنا يتوب مصدر مؤول في محل النصب مفعول به، والله يريد التوبة عليكم. إذا عرفت كيف تفرق بين أن الناصبة المصدرية وبين أن المخففة من الثقيلة، وهناك فرق بينهما، لأن أن هكذا المصدرية بحرفين لفظا ووضعا، يعني هي وضعت على حرفين وأنت تنطقها بحرفين وهي ناصبة للفعل المضارع. أما أن المخففة فهي في الأصل ثلاثة أحرف أن، ولكن ننطقها بحرفين وهي ناسخة واسمها ضمير الشأن ولها اسم ولها خبر، على عكس أن المصدري. طيب مثال آخر قوله تعالى علم ها أن سيكون منكم مرضى. أنت رأيت أن هنا سيكون، يعني هذا فعل مضارع، والفعل المضارع هنا ليست في آخره الفتحة كما رأيت، سيكون النون عليها ضمة، كيف يكون مضارع ومسبوق بأن ويكون فيه الضمة؟ أقول لك أنت عرفت الفارق، انظر إلى ما قبل أن علم، طالما أن هناك ها كما رأينا أن هناك علما لابد أن تكون أن هنا مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. كلمة الشأن هنا أبنائي يعني أن الأمر أو أن الحال، أن الله تعالى يعلم حالكم. علم أنه سيكون، إذن
اسمه أن المخففة ضمير الشأن محذوف، والجملة بعدها يكون، ها، جملة يكون تكون خبر أن المخففة هكذا. منكم مرضى، ها، سيكون منكم مرضى، منكم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر يكون، ومرضى هذه اسم يكون، وجملة يكون كلها خبر لمن؟ خبر لأن المخففة. إذا عرفت هنا أن أن رفع بعدها المضارع، لماذا؟ لأنها ليست هي الناصبة المصدرية ولكن المخففة من الثقيلة. والذي علمني هذا وعرفت من خلال هذا سبق أن هنا بعلم. قول الشاعر: علموا أن يؤملون فجهدوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. علموا أن يؤملون، إذن لاحظ وجود أن قبلها علم، ها، ورفع الفعل المضارع هنا يؤملون، وعلامة رفع ثبوت النون والواو فاعل، يعني أن مخفف من الثقيلة والتقدير أنه أو أنه. قبل أن يسألوا، أن هنا، ها، هذه ناصبة مصدرية لأن هنا فجهدوا، انتهت الجملة، علموا أن يؤملون فجهدوا. قبل أن يسألوا، إذن هنا أن هنا ناصبة يعني قبل السؤال، يبقى هنا يسألوا منصوب بأن، علامة نصبه حذف النون والواو هنا فاعل. فرق بين أن علموا أن وقبل أن، أن الأولى في علموا مخففة، أما أن الثانية فهي مصدرية ناصبة للفعل المضارع. قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون، ولا تكون، ها، وحسبوا نقرأها بقراءتين. واحد يقول كيف؟ لأن الفعل هنا الفعل ظن وحسب وزعم وخال هي أفعال نسميها أفعال الرجحان، فأنت بين أمرين، إن عاملتها معاملة العلم رفع الفعل المضارع بعد أن، لأنك اعتبرت أن أن هنا مخففة من الثقيلة ويكون الفعل بعدها مرفوعا، وإن نصبت الفعل بعدها فأنت اعتبرت المعنى الثاني فيها وهو الشك. لذلك نقول في تكون هنا منصوبة، ها، لأن أن مصدرية. إذن وحسبوا ألا تكونوا أو تكونا، إذن كلاهما صحيح برفع المضارع على اعتبار أن أن مخففة، وبنصب المضارع على اعتبار أن أن هنا مصدرية. القاعدة في هذا الكلام أبنائي: أن المصدرية علامتها أنها لا تسبق لا بعلم ولا بظن. واحد يقول طيب ما إذا سبقت بظن، أقول لك تكون محتملة للوجهين ولكن لا تكون مطلقا مصدرية. أن المصدرية تماما، ها، هي التي لا تسبق لا بعلم ولا بظن. طب إن سبقت بعلم فهي مخففة، وإن سبقت بظن فهي محتملة للوجهين. أن المخففة من الثقيلة علامتها أنها تسبق بعلم ونحوه مما يفيد اليقين. يقين كعلم، رأى، وجد، اعتقد. ولذلك لما أقول أعتقد أن يتفوق، ها، آتي على يتفوقون وأرفع الفعل، أعتقد أن يتفوقوا. بعض الناس تظن أن كلمة أعتقد بمعنى الشك، لا، العقيدة ليس فيها ذلك، العقد هو تأكيد أيضا مثل العلم. لذلك انتبهوا. تعد أن المخففة من الحروف الناسخة، يعني أخت لإن وأخواتها، واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، وخبرها هو الجملة الفعلية التي بعدها كما بينا، ها، علم أن سيكون منكم مرضى. أن المحتملة الوجهين المصدرية والمخففة علامتها أن تقع بعد أفعال الرجحان: ظن، حسب، زعم، خال. يقول ابن مالك في هذا: وبلن انصبه وكي كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن، فانصب بها والرفع صحح، واعتقد تخفيفها من أن فهو مضطرد. وبلن انصبه يعني من نواصب الفعل المضارع لن،
وكي، وأنا بينت لكم أحوال كي، وقلت لكم إن لها ثلاثة أحوال، ها، إما أن تكون مصدرية، وإما أن تكون تعليلية، وإما أن تكون محتملة الوجهين. كذا بأن، يعني يكون النصب كذلك من أدوات النصب أن، لكن ليست أي أن، لا بعد علم، لأن التي بعد العلم مخففة. طيب، والتي من بعد ظن ما لها يا ابن مالك؟ فانصب بها والرفع صحح، يعني يجوز فيها الوجهان، ها، التي تكون محتملة، واعتقد تخفيفها من أن. في هذه الحالة اعتقد أنها مخففة من أن، واسمها ضمير الشأن، فهو مضطرد، أي كثير الورود عند أو على لسان العرب. مفهوم البيتين: ينصب الفعل المضارع بلن وكي وأن، هذه الأدوات الثلاثة التي تحدث عنها ابن مالك في بيتيه. ينصب المضارع بعد أن إذا كانت مصدرية، وعلامتها ألا تسبق بعلم ولا بظن، وإذا كانت أن مسبوقة بظن فهي محتملة الوجهين، وهذا أمر كثير مضطرد. أن المهملة، هنا يعني أن هكذا المقصود بها أبنائي، هنا هي أن التي هي ناصبة للفعل المضارع ولم تسبق لا بعلم ولا بظن، ولكن هنا نهملها. إذن أن المهملة هنا التي نقصدها هي أن الناصبة المصدرية، سنهملها ولا نعملها، وسيكون المضارع بعدها مرفوعا. طيب، تعالوا نرى في تلك الأمثلة. قوله تعالى: والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. هنا ما يبيتون، ما رأيك هنا في كلمة ما؟ أقول لك ما هنا مصدرية، ومعنى الآية الله يكتب تبييتهم. واحد يقول: من أين أتيت بالتبييت؟ أنت قلت مصدر. أقول لك: نعم، لأن ما هنا مصدرية، يعني كما أقول لك يعجبني ما تفعله، أي يعجبني فعلك. فما، ها، وما بعدها، هذا في تأويل مصدر. طيب، ما المصدرية هنا هل ستؤثر في الفعل المضارع؟ يعني لما أقول لك يعجبني ما تفعله، ما تفعله، اللام هنا مضمومة، يعني ما هنا المصدرية لم تؤثر؟ أقول لك: نعم، لأنها ليست من نواصب الفعل المضارع ولا تؤثر في الفعل المضارع. هنا كذلك يتضح لي، يبيتون هذا فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وما المصدرية لا عمل لها. أقول لك: هذا هو كما يقولون مربط الفرس، بمعنى العرب قالوا ما هذه مصدرية ولا تؤثر في الفعل الذي بعدها، وأن التي تنصب الفعل المضارع هي كذلك مصدرية، فلماذا أن هذه تنصب المضارع وما لا تنصب المضارع؟ فهل سوينا بينهما؟ يعني كما يكون المضارع بعد ما مرفوع وليس منصوبا، ها، نفعل بعد أن المصدرية مثل ما نفعل بعد ما، ها، عرفتم القضية؟ طيب، قرأ بالرفع من أجل هذا في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لمن أراد أن يتم الرضاع. أسمع واحدا منكم الآن قريبا مني سيقول: يا شيخ، أن يتم بالنصب. أقول له: نعم، هذا في حفص، ولكن هناك قراءة أخرى لمن أراد أن يتم، وهذا الذي استشهدت به الآن. أنت رأيت ما يبيتون، وقلت لك في مثال صنعته لك: يعجبني ما تفعله، يعني ما المصدرية يرفع المضارع بعدها، فلماذا ينصب بعد أن المصدرية؟ نحن كما يقولون هكذا لا نخير بين الحروف، كلها سواء. إذن هنا أهملوا أن، أهملوا أن، أن هنا ليست مسبوقة لا بعلم ولا بظن، يعني هي المصدرية؟ نعم هي المصدرية. ولم ينصب بعدها المضارع؟ نعم لم ينصب. ورفع؟ نعم رفع. لماذا يا شيخ؟ أقول لك: لأنهم تعاملوا مع أن هنا معاملتهم مع ما المصدرية،
حملوا أن على ما المصدرية، تعاملوا بهما معاملة واحدة. ها عرفت؟ إذن أن هنا مصدرية، نعم، مهملة، كما المصدرية، مثل ما المصدرية. أيضا ورد في قول الشعراء قول الشاعر أن تقرآني على أسماء ويحكما مني السلامة وألا تشعر أحدا. هنا أن وردت مرتين، أن تقرآن، لاحظ هنا قراءتكما على أسماء، يعني أن هنا مصدري، نعم، ولم ينصب بعدها الفعل المضارع ولكنه مرفوع. لماذا أهملت أن حملا على أختها ما المصدري؟ كأكمل البيت، ها، وأن لا تشعر، وأن لا، إذن هنا أعمل أن، إذن قد تعمل وقد تهمل، قد تعمل وقد تهمل. إذن عرفنا، ها، واحد يقول لا، هنا أن لا، فهنا وجود لا، أقول لك الفصل بلا كلا فاصل. مرة ثانية، الفصل بلا يعني بين أداة النصب وبين المضارع كلا فاصل، كأنه لم يفصل بينهما شيء. انظر أيضا أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطلح. أن تهبطين، الأصل فيها أن تهبطي، يعني هبوط بلاد قوم. إذن أن تهبطين هذا مرفوع يا شيخ، قبله أن، أقول له أن مصدرية مهملة. لماذا أهملت؟ نقول حملا لها على أختها ما. القاعدة في هذا أبنائي، أهمل بعض العرب أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع حملا على أختها ما. معنى كلمة حملا على أختها ما يعني عاملوها كما يكون لما المصدرية، فكما تكون ما المصدرية غير عاملة في الفعل المضارع تكون أن هكذا أيضا غير عاملة في الفعل المضارع. من أدوات النصب إذن، يعني هذه الرابعة، نعم، نحن قلنا لك ها كي ولن وأن وإذن، نتحدث الآن عن إذن. مثال ذلك أبنائي، أنا أقول لك سآتيك، أنت تقول لي إذن أكرمك. لاحظ هنا، إذن هنا حرف جواب، يعني أنا أتحدث أقول لك سآتيك. طبعا المجيء هنا سيكون في ماذا؟ ها، في الحاضر أم في المستقبل؟ في المستقبل. إذن أكرمك، هذا جواب على كلام وهو دال كذلك على المستقبل، لذلك تكون إذن هنا ناصبة للفعل المضارع. إذن أكرمك، هل بين إذن وبين الفعل أكرم بينهما فاصل؟ نقول لك لا. طيب إذن هنا بدأت أنت ها بها الكلام، نعم، يعني صدرتها في صدر كلامك، نعم، لم تسبقها بشيء، نعم، لهذا إذن تنصب الفعل المضارع. إذن كأني أريد أن أؤكد أبنائي أن إذن لا ينصب بعدها المضارع إلا إذا توافرت فيها أسباب. أولا أن تكون مصدرة، يعني في صدر الكلام، وأن يتصل بها الفعل مباشرة، وأن يتصل بها الفعل مباشرة، وأن يراد بها المستقبل. طيب انظر هنا، أنا آتيك يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة هذا ما ليس اليوم، أنا آتيك يوم الجمعة، إذن هذا الكلام في المستقبل، إذن نسعد، إذن هذا الكلام ردا على كلامي، أنا أقول لك أنا سآتيك وأنت تقول إذن نسعد، إذن هنا تكون ناصبة للفعل المضارع لتوافر أسباب النصب، أنها مصدرة دل على استقبال لم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل. أحبك، أنا أقول لك أحبك، هل هذا مستقبل أم حاضر؟ واحد يقول أحبك يعني الآن، أنت تقول إذن أظنك صادقا، إذن في الحال، نعم في الحال، ويعني ليس مستقبل، ليس مستقبل. إذن فقدت هنا إذن شرطا من شروط إعمالها وهو الاستقبال. واحد يقول طيب هناك شرطان متوافران، أقول له ما هما؟ يقول لي الفعل متصل بها ها وهي مصدرة، أقول ولكن
طالما فقدت شرطا خلاص انتهت القضية، والفعل بعدها يكون مرفوعا، ومن الخطأ أن تعمل إذا هنا وتقول إذا ها أظنك، هذا يكون خطأ. الصحيح أنا أقول لك أحبك فتقول لي إذا أظنك صادقا. طيب أنا نلت الجائزة، إذا ها أهنئك، إذا أهنئك يعني أهنئك على نوالها الآن، هكذا. إذا هكذا يكون الرفع لفقدها شرط الاستقبال. سأزورك، هذا استقبال، انظر. إذا سيكون إجابتك بناء على استقبال كلامي. إذا زيد يكرمك، هنا بين إذا وبين الفعل يكرم بينهما فاصل، ولذلك فقدت شرط. فيكرم هنا تكون مرفوعة وهي مترفعها الضمة للفصل بين إذا وبين الفعل بفاصل. تنجح إذا، نحن قلنا يعني إذا تكون قبل الفعل وليست في ذيل الفعل. وهل هل إذا تعمل بظهرها؟ بالطبع لا، لابد أن تكون إذا قبل الفعل وليست بعده. طيب لو قلت لك أنت إذا تنجح، أيضا هنا إذا ليست مصدرة. لماذا ليست مصدرة؟ لأنها مسبوقة بأنت. طيب قول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. إذا نرميهم، الفعل هنا منصوب يا شيخ، هنا بين إذا وبين الفعل فاصل هو القسم. أقول لك يغتفر لو كان الفصل بين إذا وبين الفعل المضارع بالقسم أو بالنداء، ولكن ليس عندنا في الكتاب شواهد للنداء. إذا والله نرميهم، إذا هنا فصل بالقسم، وهذا يعني إذا فصل بين إذا وبين الفعل بالقسم ينصب المضارع وكأن لا فاصل بينهما. القاعدة ينصب المضارع بإذا بشروط: أن يكون الفعل بعدها مستقبل، هذا الشرط الأول. أن تكون إذا مصدرة، كلمة مصدرة يعني في صدر الكلام. ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، يعني لا يفصل بين إذا وبين الفعل فاصل. نعم إذا تحقق هذا، لكن كما بينت لكم يغتفر الفصل بماذا؟ نعم الفصل بالقسم. الفصل بالقسم كأنه لا فاصل يبيح إعمال إذا. يقول ابن مالك ونصبوا، أي العرب، لأن نحن نتحدث لغة العرب، والعرب نصبوا بإذا. ماذا نصبوا يا ابن مالك؟ المستقبل، يعني إذا كان الفعل دالا على استقبال. طيب متى؟ إن صدرت ها تكون مصدرة، والفعل بعد إذا موصلة. إذا هنا وضع الثلاثة الشروط هنا في بيت واحد: نصب المضارع بإذا شرطه الاستقبال، أن تصدر، ألا يفصل بينهما بفاصل، كلام طيب، أو قبله اليمين، أو قبله اليمين يعني في صدر البيت الذي يلي هذا البيت، صدره لنا بجواز نصب المضارع بعد إذا لو كان الفاصل هو اليمين، لأننا قلنا إن الفصل باليمين يعني بالقسم مغتفر. مفهوم ذلك البيت وجزء البيت الثاني: يجب نصب المضارع بعد إذا إذا كان المضارع بعدها مستقبلة، وإذا مصدرة، ولم يفصل بين إذا وبين الفعل فاصل. حكم إذا بعد العطف بالواو أو الفاء، ماذا تقصد بهذا؟ طبعا الواو والفاء هذه من حروف العطف، نعم، وهناك حروف العطف كثيرة: الفاء والواو ثم أو أم لا بل لكن حتى، كل هذه حروف عطف. لكن لماذا خصصنا الواو والفاء؟ خصصنا الواو والفاء أبنائي لأن الواو والفاء قد تكون حرف عطف وقد تكون استئناف، وقد تكون استئناف. تعالوا إلى الأمثلة: محمد سيأتيك، وإذا يكرمك، يكرمك، ها ماذا تقول؟ محمد سيأتيك وإذا يكرمك. أقول لك يجوز لي هنا الوجهان:
كيف يا شيخ؟ أقول لك لأن إذا هنا مسبوقة بالواو، فالواو هنا أنت إن أردت أن تجعل الواو عاطفة فقدت شرطا، لأنها معنى عطف يعني ضم شيء إلى شيء سابق، فليس في تصدير، إذا فقدت إذا الصدارة، لذلك يرفع الفعل المضارع. طب أنا جعلت أن الواو هذه استئناف، يعني بداية كلام جديد، محمد سيأتيك انتهى وبدأنا كلاما جديدا، ها إذا تكون ناصبة للفعل المضارع، فأقول يكرمك. قوله تعالى: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل. قرئ فيها لا يلبثون، لا يلبثوا، هذه قراءة، نعم كلاهما صحيح، قراءتان صحيحتان. لماذا؟ إذا هنا مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بالواو، فإذا جعلت الواو هذه للاستئناف، ها نصبنا المضارع لأن إذا لم تفقد الصدارة، إذا جعلت الواو هنا حرف العطف تكون إذا هنا قد فقدت الصدارة، ولا بد ها أن نهمل إذا. سنتخذ ها كتاب ربنا هاديا، فإذا نهتدي، فإذا نهتدي، نفس الكلام، نهتدي ها يكون مرفوعا وعلامة رفع الضمة مقدرة. واحد يقول لماذا تكون مرفوع؟ لأن إذا هنا وإن كانت متصلة بالفعل إلا أننا قلنا هذه الفاء ها على اعتبارين، لو جعلت هذه الفاء كما أقول حرف عطف إذا هنا تفقد الصدارة والفعل بعدها مرفوع، وإذا جعلت الفاء هنا للاستئناف إذا تكون عاملة والفعل نهتدي ويكون منصوبا. يقول ابن مالك في هذا: وانصب وارفع، يعني يجوز لك الأمران، إذا من بعد عطف وقع، يعني لو أنني قلبت قراءة البيت وقلت لك إذا من بعد عطف وقع، يعني إذا وقعت إذا بعد عطف، ها ما الجائز؟ يجوز لك النصب والرفع. مفهوم هذا البيت أبنائي يجوز إهمال إذا، معنى إهمال إذا يعني لا تعمل في الفعل المضارع شيئا، وإعمالها يعني تنصب الفعل المضارع، هذا ماذا يكون؟ إذا وقعت بعد العطف بالواو أو بالفاء. يعني معنى هذا الكلام أن الواو والفاء كحرفي عطف يجمعان بين أمرين، بين كونهما من حروف العطف وكونهما من الحروف التي نستأنف بها كلاما، فإذا وقعت إذا بعد الواو أو الفاء جاز لك أن تعمل إذا فينصب بعدها المضارع، وجاز لك كذلك أن تهمل إذا فيرفع بعدها المضارع، وتحدثنا عن الأمثلة. إلى هنا أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية أحييكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.